السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله محزونين يا أهل الكويت يا إخواننا، والله أهل قطر محزونين. قيادة وحكومة وشعب قطر كلهم محزونين على الفقيد رحمة الله عليه، لكن ما نقول إلا الله يعظم أجركم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أمر الله مكتوب على الكبير وعلى الصغير. فحنا نقول حق أهل الكويت، ترى جرحكم وجرحنا واحد. هذا الصباح أمير دولة الكويت رحمة الله عليه، هذا رجل من الشهداء، لأنه يتفقد الفقراء والمساكين في جميع الدول من استوى، ومو بشيء جديد عليه. وفي يوم حصارنا يطير في رمضان، من يسويها غير هذا الرجل الفارس؟ من يقدر يسويها هالفعل؟ هذا رجل الوقفات، وقف معانا في الحصار، يطير في رمضان صايم من بلاد لبلاد، من أمريكا وغير أمريكا يدافع عنا. ويعني شو نقول احنا؟ والله العظيم حزنانين وحزنانين هالقطر، وقسما بالله حزنانين هالقطر على امير الحريه وامير الانسانيه هذا الرجل. لكن احنا نقول حق اهل الكويت، انتم كلكم رجال، وقفاتكم وقف، يعني احنا ما بشيء غريب عليكم يا اهل الكويت. والله يبارك لكم في الامير الجديد الشيخ نواف الصباح، ويبارك لكم في شعب الكويت الوفي اللي وقف معانا، ما ننساكم احنا رحمه الله عليه.